الاداريه موازنه ديوان عام وزاره النقل فوق، هيتفرع منها موازنتين لكل برنامج، بعد هيتفرع من كل برنامج ما يخص الباب الاول والباب لحد الباب السادس. وهنيجي هنا الاجمالي المصروفات، كل باب كام اجمالي المصروفات. وزاره النقل طبعا ما عندهاش سداد قروض، فهتبان هنا الاجمالي الاستخدامات زي اجمالي المصروفات. في تعليق؟ فده يعني فورمه اللي احنا ممكن نبداها بحيث انها تنزل برامج الفرعيه والداعمه وتكلفه كل برنامج، مش تكلفه كل برنامج اللي هي المنفذ الفعلي، لا تكلفه كل برنامج من المجلد الموازي. المجموعه اللي هي الديوان العامه والمجموعه اللي هي النقل والطاقه شوف وزنها دي هي بطاقه العضل للوزاره اللي بتنفذ البرامج الرئيسيه. مش ايه يا حضرتك؟ مش برنامج. لا هو مدهاني كبرنامج، يعني الورقه اللي انا خدتها من الديوان العام ذلك البرامج. وهو حتى مكونها 1 2 1 3 1 4. في نموذج فندم؟ هو مش مقصود الموازنه عشان الديوان. احنا المشروعات حضرتك هتحطها في البرنامج؟ ايوه تمام، بس في من ضمن المشروعات بتاعه الديوان مفيش حاجه اسمها لا، ودي حضرتك الورق اللي معانا هي اداره.